يعني قاعدة قدام الفرن وبتشتغل بتعمل ايه؟ عشان لسه كنت بقرا حاجة، بسمع حاجة، عاملين حوار مع عمنا محمود السعداني، فكان ايام ما بعد ما طلع القمر وبتاع مش عارف، قالوا لو رحت المريخ ومش عارف ايه وتاخد مين وتعمل ايه، واسئلة كتير. من ضمن الاسئلة قالوا لو رحت بقى ما تحب تشتغل ايه؟ فقال لهم اشتغل بتعيش. فالمذيع يعني السعداني ده كاتب كبير جدا ومثقف كبير يعني عملاق وساخر عظيم يعني، فقال لا اشتغل بتعيش. قلت له بتعيش؟ قال لها ايوه، الناس كلها بتاكل العيش ده فهتبقى بضاعتي متباعه، وهقعد مش هشتغل، انا بحب الكسل. قالت له هتبقى كسلان، انا بحب الكسل، اولا هشتغل في العيش بس والناس تاكل وناكل وتبقى حاجه حلوه جدا، وما فيش حاجه اجمل من العيش. فتعالوا بقى نشوف خالتك ام جمال وهي قاعده تعمل العيش بمزاج. والله العظيم انا رايي ان العيش بيحس لما تيجي تاكله كده وهو معمول من ست جميله زي دي، بيبقى طعمه مختلف. انا عندي احساس بكده انه النفس حقيقي ليه علاقه بالاكل. فالست دي 68 سنه وبتشتغل وعايزه تشتغل ومش عايزه توقف شغل. تعال نشوف ام جمال في مين. ام جمال وعندي ولدين وعشرين 68 سنة، من كل حاجة، عيش صعيدي، عيش ضلي، بتاو، عيش منطط، شعرية، كشك، وكل حاجة ما نعملها البيوت. وقلنا خد 24 سنة طلعت عيالي وطبقتها واتجوزت وساعدتهم في الجيزة برضو، كل حاجة. واحد واخد دبلون واربعة بنات واخدين دبلونات، والكبير واخد كل يدخل مجتمعية فصلان. حببت في المهنة إن عشان ما مشيرة العيش صعب علينا، سنة لما تاخد جاري أروح عندها مثلا وطل اللي لما تعمل واحد زيها، ها جيراني برضو نروح معايا شوية دقيق برضو أروح نغبسهم أتعلم أطول. لما لقطت مهنة داوم من كل عيش عملته، أول حاجة عملته وعجنته وأنا ما أعرفش أعجنه، وأول حاجة قدمتها ربنا قدامي وبسم الله إني ربنا يصلح الحاجة دي بس، وصالح الحاجة والحمد لله، وإيدنا خدت عليها ومشيت عليها. حمصت غلة على الفرن، غلة حمصتها وبعدين وديناها المكنة طحناها، حطنا لها حلبة طحناها وجبناها حللناها بالمنخل، طلعت النخالة بتاعتها وابتدينا نعجنها ونغبسها سوى العيش ده أو العيش ده. العيش الضلي برضه بنطحنه في مكنة استرالي ونعمله عيش ضلي وناكل. العيش السمس برضه عم نشتري له دقيق بس عم نعصد له عصيدة، عصيدة بتاع الصعايد بجيب لي ونقطعه ونروحه بالليبرة كده وندخله الفرن ما يتخبس، ده نحطه كده زي ما هو. اليوم اللي هنخبس فيه نروح نشتري الوقيد من جيراننا او من حته تاني، نشتري الوقيد ده بطشته ب 10 جنيه ونجيب ونجهز هنا، نملى الميه من الليل نركنها جارنا بس هي ما تصبح تعجن العجين، ونصلي ونيجي نلقاها عجن العجينة نحمي نجيب النار ونحمي ونبتدى الخبيزة، واحدة تقعد على المطرحة، واحدة تقعد للفرن، واحدة تقعد احنا كده الثلاثة مع بعض. في تاني معانا جارتي دي يجوا يساعدونا برضه، كل ما تحتاج منا واحدة خبيز أو لها خبيز لبنتها نتلموا مع بعض، نعمل برضه فايش، نعمل قرص، نعمل قرص بجبنة اللي ناكل فيها في البيت طرية، أي حاجة ما نعملها في كل دكتور على بالك نعملها. احنا كنا نخبز ده اللي هو المرحرح، فلما طلعت وده ما يتاكلش بحاجه، يتاكل نتش، يتاكل بغموز، اللي يعجبك تاكله به. بس هي فاطمه الرسول عليه الصلاه والسلام لما ضاقته وخبزته قالت بسم الله الله اكبر، اللهم صل على حضره النبي، ان شاء الله اللي يقول اكلك بيه تجيه الطعنه والطعوم. ده العيش اسمه القمح، ان اللي يقول اغمزك بيه تجيه الطعنه والطعوم، فصار العيش القمح، نتش تاكل، بغموس تاكل،
اللي هو العيش اللي الواسع ده اللي رفعوه، لازم ما كانش غموز، واي غموز ما تاكلوش. صعبية دايما مكافحة، وجايمة لان سبحان الله ما حلتهاش حاجة، فاللي جوز هيموت، اللي ولادها يطلعوا كده مثلا تعبينها، اللي يطلعوا مرتاحين، طبعا كل واحد على قد حالته، اللي عيالها ما تطلع مرتاحة اما تريحها هي، اللي عيالها ما تطلع فاشلة وتعبانة اما تتعبها هي، وهي ما تكافح على قد ما تقدر، وربنا يديها اجيرها. مفيش حاجة بالنفس في الدنيا بس عيالي معي حاجة تصيبهم ولا حاجة تضرهم، اللي مطلوب من ربنا الحمد لله.